اهلا مرحبا بكم دكتور سيد احمد البشير ديريكتور ميديكال تاع مركز طبي للذاكره ومختص بامراض الزهايمر اي لي سيندروم ابارونتي. مرض الزهايمر مرض مزمن ومنتشر، هو مرض الاعصاب يمس الذاكره ولي كاباسيتي دابرونتيساج، وتتمثل في فقدان الذاكره تبدا بالعقل ومن بعد مع الوقت لي سيمبتوم يتطوروا ويؤديوا الى فقدان الذاكره ويتبدلوا التصرفات تاع الانسان تاع المريض ويصبح اغريسيف. المرض هو اللي منتشر الأكثر عند الأشخاص اللي عندهم 60 سنة وأكثر. كاين دي كا تاع لي مالادي دالزايمر كي بي توشي دي جون، هادوما لي مالادي جينيتيك وراثي، بصح سا ريبريزونت ابان 3% من لي مالادي تاع الزهايمر، تمس اون جينيرال العائلة الكل، الخوة والأخوات كاع عندهم هاد لا مالادي. على حسب الوماس كان انتر 5 و 8% تاع الناس اللي كبار اللي عندهم هذا المرض، كاين 50 مليون شخص مصاب بهذا المرض وكل عام كاين 10 ملايين حالة جديدة. اون الجيري كاين حوالي 4 ملايين اشخاص عندهم اكثر من 60 سنة اون 2019. اذا كان اون برون لي بورسونتاج تاع الوماس اي اون لي ابليك la population d'Anna, ça nous donne bien 200 000 et 300 000 أشخاص عندهم هذا المرض. أسباب تطور المرض عديدة، كاين بزاف منهم، كاين لا ديموغرافي، كاين ليسبيرونس دو في ووسائل التشخيص. هذا المرض كيمس الإنسان ما يمس كاع الناس دو لا ميم فاصون، كل واحد كيفاش المرض يبان عليه. المرض كي يبدا بارفوا ما يبانش، كان برك بروبليم تاع الذاكره شويه، واحد انسان فاتح ولا لي لونات ما نعطوهاش اهميه كثيره، ومن بعد المرض يتطور والذاكره تنقص دو بلوس اون بلوس، ننساو بزاف صوالح، ننساو لي نون تاع لي بيرسون، كي يخرج برا يقدر يتبحر شويه، ومن بعد المرض يتطور لي بروبليم تاع الذاكره يدوفيان تري امبورطون وينسى كلش، ينسى لي فيزاج تاع العائله، لي برينون تاع ولادو ولاد ولادو، ومن بعد بوف اباغاتر اوسي دي تروب دو كومبورتمون، ما يحبش يغسل، يبحر حوايجو، يرفوز دو مونجي، يولي يرقد في النهار وما يرقدش في الليل، فوالا هادوما كاع لي سيمبتوم كي بوف اباغاتر. مريض تاع الزهايمر ما يستعرفش هو بلي راهو مريض، سي سكون ابل لا نوزوغنوزي، ماشي ما راهش قابل لا مالادي ما يستعرفش بلي راهو مريض، سكي ديفيرون. العلاج اللي كاين دركا ما يشفيش من لا مالادي د الزهايمر، بصح يحسن المريض، نقدو نربحو 5 سنين على المرض هذايا. هاد لي ميديكامون نعيطو لهم لي زينيبيتور لي زانتيكولينيستيرازيك، ما كانش منهم بزاف، يا 3 ميديكامون كي بيرميت دو رالونتير ليفوليسيون تاع لا مالادي. كاين ماتنو تانيك لي تريتمون سيمبتوماتيك pour soigner les autres symptômes qui m'a par exemple la dépression, l'angoisse qui a des médicaments تاعهم. Les troubles du comportement qui banou hakdaya d'un seul coup, il faut d'abord واحد يحوس s'il y a pas مشكل واحد اخر qui m'a une infection, constipation, يقدروا يمدوا هاد لي troubles du comportement. Pour le traitement, on a tout ce qu'il faut, كاين les médicaments, les antipsychotiques, كاين aussi les interventions les massages de doigts, les massages, كاين aussi ce qu'on appelle la stimulation cognitive تدريب تاع الذاكره اللي مفليشي يزم يقرا يشوف العائله يخرج لو ليان سوسيال بيرمي دو بريزيرفي انكور لا بيرسون. كاين اوسي دوتر مويان كيما الموسيقى كيما لي ديسان لا بانتور. في لا مالادي دالزهايمر كاين دو ليزيون، كاين لاباريسيون تاع سكون ابل لي بلاك اميلويد الى ديجينيريسونس نوروفيبريلير. العلماء والاطباء في العالم يحوسوا باش يحبسوا لي ليزيون او نيفو دو سيرفو. واحد يدك تكون عنده اون هيجين دو في، il mange équilibré, des légumes, فاكهه, fruits rouges par exemple, الحوت, des éléments nutritifs utiles pour le cerveau. يرقد مليح، لا مالادي elle peut ne pas apparaître tout de suite. كي واحد يشك باللي عنده مرض تاع الزهايمر يلزم يروح يشوف طبيب، ماما طبيب واحد جينيراليست ولا ان نورولوج pour commencer déjà les premières investigations.
كي ندير التشخيص تاع المرض العائلات بارفوا ما يقبلوش المرض ولا يفون بروتيجي اكثر المريض سا دوفيان دو لا مال تريتونس اون رياليتي باسكو لو مالاد وي كومبرون با بوركو لو لاس با ايبلوشي لا بومب دو تير يفا سيزولي انكور بلوس. لازم المريض يكون كالم هادي ما يلزمش واحد يزعله. كي المرض تاع الزهايمر يتطور بزاف اون بو اريفي ا سكون ابل لاباتي. لاباتي وين الانسان ما يدير والو اللي لا تحطو دون ان كوا يقعد ما يزغدش ما يطلب الماكله ما يطلب يشرب كوم يل مونج با يفا دينيتري ومن بعد دو فات دو لاباتي دو ليموبيليزاسيون يل بير سي موسكل يل بير سي فورس اي فا سيتاندر دوسمون دوسمون كوم يل بو اوسي بارتير سويت ا دي كومبليكاسيون انفيكسيوز او اوتر. يلزم الاطارات السياسيه يفكروا على ان بلان ناسيونال دو لا بريز ان شارج دو لا مالادي دالزايمر افيك لا ميز ان بلاس دي كونسلتاسيون ميموار دون شاك اوبيتال فورماسيون دي زيكيب لي يتكلفوا بهاد الامراض كيما الاطباء كيما لي زانفيرمي لي زيد سوانيون ويديروا تانيك ان غيد بور هاد لا مالادي. يلفو تانيك نعاونوا العائلات مريض تاع الزهايمر الدواء تاعو غالي يلزم له تانيك دي بروتيكسيون كوم دي كوش دي لي ميديكاليزي كاع حد ما سا كوت دو لارجون. عائله يجيبوا واحد باش يتكلف بمريض تاعهم 3 ملايين بارفوا في الشهر. يفو تانيك واحد يتكل على لي زاسوسياسيون ال بوف انورميمون ايدي اي ابورتي ان بلوس للعائلات.